بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السابعة، مادة محاسبة إدارية وتكاليف متقدمة، المكان معهد إعداد القادة، كلية التجارة، جامعة عين شمس. الدكتور طارق عبد العال حمد. عنوان المحاضرة السابعة هو نموذج الأداء المتوازن. ونموذج الأداء المتوازن ده ظهر على ايد اثنين من العلماء التكاليف، واحد اسمه كابلان واحد اسمه مورتون، وظهر في امريكا. هذا النموذج يقوم على عدة افتراضات اساسية، واثبت نجاحه في كثير من الشركات، وحول كثير من الشركات من الفشل الى النجاح. هنحاول طبعا بندرس هذا النموذج باعتباره من النماذج الأساسية في المحاسبة الإدارية، واللي الشركات لو اتبعته بتقدر إنها تستفيد من الإجراءات اللي هي واردة في هذا النموذج. النموذج الأداء المتوازن ده أول افتراض أساسي عنده إن أنت ما تجيش تعمل في بعد أو منظور معين وتسيب بعض الأبعاد الأخرى الهامة. لازم تشتغل في جميع الأبعاد التي تخص المنشأة في نفس الوقت وبنفس القوة. يعني ما ينفعش أنا أكون مثلا بحاول أطور في جامعة معينة وأطور بس المباني والأجهزة والمنظر الجمالي، وفي نفس الوقت ما أطورش في المناهج والمقررات وأعضاء هيئة التدريس اللي بيدرسوا. فما ينفعش ان انا اخد جانب وما اخدش جانب اخر. مثلا واحد هيتعلم الطيران، فما ينفعش ان يعرف الاقلاع بس بتاع الطائره والسير بيها في الجو وما يعرفش الهبوط. لا، لازم يتعلم كل حاجه ويشتغل في كل حاجه عشان يقدر ان هو ينجح. النموذج ده الفرد الاساسي بيقول لك ان في اربع ابعاد اساسيه لازم الشركات تعمل في نفس الأبعاد الأربعة دول بنفس القوة. البعد الأولاني هو بعد العميل. العميل اللي هو إحنا عايزين نقدم له السلعة أو الخدمة. إحنا لازم نحصل على رضا العميل ولاء العميل، وكمان العميل هو يبقى بوق دعاية للشركة. والعميل في الفكر الحديث ما هوش العميل اللي احنا او الزبون اللي احنا بنبيع له السلعه والخدمه، لا، ده بقى في حاجه اسمها التوجه نحو العميل الداخلي ايضا. العميل الداخلي يقصد بيها ايه؟ الناس اللي شغالين عندنا في الشركه، سواء موظفين او عاملين او اداريين، دول برضه لازم نحاول نحصل على رضاهم وولائهم، وان هو كمان يعملوا دعايه للشركه. يبقى البعد الاولاني هو بعد العميل. البعد الثاني هو بعد العمليات الداخليه. واحنا طبعا هنطبق على احدى الكليات، زي لان احنا نستفيد من نموذج الاداء المتوازن اللي عملته احدى كليات التجاره في الولايات المتحده الامريكيه. فهناخد بعد العمليات الداخليه، ايه هو اللي المفروض يبقى موجود. وبعدين في بعد ثالث اللي هو بعد التعليم والتدريب والابتكار. وانا لو اشتغلت في الابعاد الثلاثه دول هحقق البعد المالي، اللي هو اقدر احقق موارد ماليه اكبر، ارباح اكبر، انمو بشكل اكبر. فاحنا بنقول ان احنا الفكره الاساسيه في هذا النموذج ان انت تشتغل في جميع الابعاد الهامه في نفس الوقت وبنفس القوه. في كمان حاجة في النموذج ده، ان هو جاي طبعا من التخطيط الاستراتيجي او وضع الخطط الاستراتيجية. وطبعا الاستراتيجية دي كانت موجودة زمان اثناء الحروب، كان يقول لك ازاي تحرك القوات والمعدات والاسلحة المختلفة بحيث تنتصر في الحرب. يعني بتخدم كده، فاحنا ازاي نملك ادواتنا واساليبنا بحيث ان احنا اكبر ربح ممكن او اكبر جانب مادي ممكن. الخطه الاستراتيجيه دي
يعني الناس اللي هم وضعوا الاستراتيجيه قالوا ان معظم الخطط الاستراتيجيه بتفشل بسبب سوء التنفيذ. يعني ايه سوء التنفيذ؟ يعني انا ممكن احط خطه حلوه جدا لكن لما اجي انفذ على ارض الواقع ما نفذش كده. زي مثلا الكوتش بتاع كره القدم ممكن يحط للعيبه خطه كويسه جدا، يجي بقى في قلب الملعب ما ينفذوش الخطه، فتبص تلاقي الفريق ينهزم. ممكن انا اكون حاطط خطه متوسطه او يعني مقبوله، مش خطه حلوه قوي، بس اللاعبين نفذوا الخطه بشكل ادق وبشكل دقيق جدا وبذلوا مجهود في الملعب، فممكن ان هم يغلبوا. فقالوا بتوع التخطيط الاستراتيجي لازم يكون في علاقه ترابط ما بين الخطه والتنفيذ، اليات التنفيذ. عشان كده بيبقى في نموذج الاداء المتوازن ده بنحاول ان احنا نشرب كل المستويات الاداريه ونوصل ليهم ازاي يشتغلوا في كل عمل من اعمال الشركات. من اصغر عامل لغايه رئيس مجلس الاداره، لازم كل واحد يبقى عارف المهمه اللي هو هيقوم بيها. فيبقى نموذج الاداء المتوازن افتراضين اساسيين، ان انا بشتغل في جميع الاتجاهات في نفس الوقت، ان انا بحط خطه استراتيجيه واليات التنفيذ باشراك جميع المستويات الاداريه، وبحاول اقعد اوصل بالخطه دي من الاستراتيجيه الى السياسات الى الاجراءات الى تفاصيل، بحيث ان انا اوصل بطاقه مهمه لكل عامل، اوصل كل عامل او اصغر عامل في المنظمه هو مسؤول عن ايه. نموذج الاراء المتوازن ده احنا هنحاول نطبق على بعض زي ما اتفقنا الكليات. فالكليه مثلا عندها بعد العميل، وزي ما اتفقنا في عميل داخلي وفي عميل خارجي. هنبدا بالعميل الداخلي. العميل الداخلي ده اللي هو يقصد بيها اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعامله. الهدف ايه؟ ان احنا ناهل ونطور وننمي قدرات اعضاء هيئه التدريس، هم الاساتذه والاساتذه المساعدين والمدرسين والهيئه المعاونه بصفه مستمره. تاني حاجه نفعل دور الاقسام العلميه، لان الجامعات بتقوم على اقسام علميه في ان هم يطوروا ويحدثوا المناهج والقرارات بما يتوافق مع سوق العمل من ناحيه ومع الاتجاهات الحديثه من ناحيه اخرى. كمان بنحاول ان احنا نرضي اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعامله من خلال زياده الدخول، نشجعهم على عمل دورات تدريبيه وتقديم استشارات عن طريق المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص. ولازم يبقى عندنا مصدر لتقييم اعضاء الهيئه التدريسيه، سواء من اداره الجامعه بتقيم، اداره الكليه، رؤساء الاقسام، أو التقييم الذاتي. يبقى ده أول حاجة الداخلي. طبعًا الموظفين والعاملين بناخدهم في الحسبان. أما ده بقى العميل الخارجي. العميل الخارجي اللي هو بيستفيد من خدمات الجامعات والكليات هو الطلاب. ده العميل الأساسي. احنا عايزين نضمن للطلاب دول مجموعة من الاهداف. اول حاجة جودة البرامج الدراسية واتساقها مع احدث الاتجاهات العلمية في العالم من ناحية، مع متطلبات سوق العمل من ناحية اخرى. محتاج تشجيع الانشطة والاتحادات الطلابية على ممارسة الانشطة المختلفة، رياضية، ثقافية، فنية، رحلات، أنشطة مجتمعية. يعني احنا مش عايزين بس ندي للطالب العلم، لكن عايزين نكون شخصية الطالب. والطلبة طبعا لما تكون الحياة الجامعية جافة كده علم بس، ما بتبقاش حياة جامعية سليمة،
يعني الطالب لازم يفتكر في حياته الجامعية كل حاجة، ويتلقى العلم، يمارس الرياضة، يمارس أنشطة ثقافية، يروح رحلات، يمارس أنشطة فنية، فيحس بحلاوة الحياة الجامعية. بنحاول نعمل لهم تدريب ونماذج محاكاة من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص، وننمي مهاراتهم في اللغة والحاسبات عشان نؤهلهم لسوق العمل. ده كده يبقى احنا بنتوجه للعميل الداخلي والعميل الخارجي. طبعا الجامعات ما هياش بس بيقتصر دورها على التعليم والتعلم، لا، ده هم بيعملوا ابحاث ودراسات عليا، فلازم كمان نهتم بالدارسون او الباحثون في الدراسات العليا. وحنحاول نحقق عدة اهداف برضو: التميز في البحث العلمي والابتكار، الاشراف الجاد والتشجيع على البحوث التطبيقية التي تخدم الصناعة والمجالات المختلفة، تزويد المكتبة باحدث الكتب والمراجع والدوريات، ونحاول طبعا كل ما يكون أفضل نحاول نهيئ أماكن الدراسة من حيث التكييفات والداتا شو والتعليم عن بعد، لأن احنا بنعيش وقت أزمة كورونا، ولقينا إزاي إن احنا لازم نتواصل وإحنا في منازلنا، فبرضو لازم أماكن الدراسة وأساليب الدراسة كمان، وتشجيع الباحثين على إنجاز الرسائل العلمية. طبعا تاني جزء من العملاء الخارجيين، يبقى العملاء الخارجيين والباحثون، وبعدين تالت حاجة من العميل الخارجي الصناعة وسوق العمل والمجتمع، لأن احنا في الآخر الخريج ده هيطلع يشتغل في شركة أو في القضاء أو في شرطة أو في الجيش أو، فلازم يكون مؤهل ومزود بالخلق القويم. فاحنا عايزين الهدف معه ان احنا دايما برضو نبقى على اتصال وتواصل مع كافة الجهات في المجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل وملتقيات التوظف. لازم نعرف هم عايزين ايه، منتظرين ايه من الجامعة، منتظرين ايه من الخريج اللي هنخرجه يشتغل في هذه الشركات او الجهات الحكومية او اي منظمات، حتى لو كانت منظمات غير هادفة بالربح. ولازم نتبادل مع هذه الجهات المعلومات بخصوص فعالية وضع الخريج ايه، هل هو كويس ولا محتاج تأهيل تاني ولا محتاج دراسات عملية. وطبعا في الخارج دايما يبصوا عمليات اللي هي بتتم في الجامعات، دايما في شراكة بين الجامعات والصناعات المختلفة ورجال الصناعة. رجال الصناعة بيقولوا للجامعات احنا عندنا مشاكل كذا كذا في الصناعة، يحددوا لهم المشاكل اللي بتواجه الصناعة، وبيجوا رجال الجامعة بيحاولوا ان هم يبدوا او يعني يعملوا ابحاث في هذه المجالات المحددة عن طريق رجال الصناعة، ورجال الصناعة بيمولوا الابحاث ويزودوا الباحثين بكل المعلومات اللي محتاجينها عشان يبتدوا يساهموا في حل مشكلات الصناعة والمجتمع والمنشآت. وطبعا من ضمن اهدافنا في كمان ان احنا نخدم البيئة والمجتمع، يعني ده القطاع الثالث. يعني حتى احنا عندنا في الكليات تبص تلاقي فيه ثلاث قطاعات: قطاع شؤون التعليم والطلاب، قطاع الدراسات العليا، قطاع المجتمع وتنمية البيئة. كمان احنا بس مش دول العملاء الخارجيين، لا، ده احنا بنحاول نعمل كمان تعاون وشراكات مع جامعات اجنبية ومصرية. يعني احنا مثلا لو كنا في جامعات حكومية وجامعات قطاع خاص وكلهم بيعملوا لصالح تعليم وتخريج الطلاب، فلازم يبقى في شركات شراكات ما بينهم، ولازم كمان يبقى في شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة عشان نقدر نستفيد منهم ونشوف المناهج بتتطور ازاي. وده ممكن يتم عن طريق انشاء مكتب
تعاون دولي وتحسين وترتيب الكليات والجامعات بحيث ان اكثر من جامعه مصريه تخش في التصنيف الدولي لافضل الجامعات في العالم. يعني احنا عندنا تقريبا دلوقتي في 5 جامعات، احنا عايزين المزيد والمزيد ان شاء الله. والتعاون مع كل الاطراف اللي ممكن تخدمنا في مجال الشراكه. في بعد كده بعد بعد العميل في بعض العمليات الداخليه. احنا طبعا بنتكلم بنحاول ناخد كمثال اللي هي احدى كليات التجاره زي المثال اللي هو عملوه في الولايات المتحده الامريكيه. فاحنا بنقول البعد الثاني هو بعد العمليات الداخليه. العمليات الداخليه يقصد بها ايه؟ كل ما يتعلق بالعمليه التعليميه والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. نمرة واحد، لازم نعمل تحديث دائما للوائح والمقررات الدراسية بما يتفق مع أحدث الاتجاهات العلمية والمسؤولة عنها. نمرة اثنين، لازم نحاول نهيئ قاعات المحاضرات والدراسة وتجهيزها بشكل لائق وتزويدها بالخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات. واحنا دلوقتي عرفنا لما تعطلت الدراسة وتعطلت الحياة في معظم أنحاء العالم نتيجة فيروس كورونا قد إيه التكنولوجيا بتنفعنا، وبنقدر إن احنا نعمل محاضرات ونرفعها إلكترونيا ونقدر نتواصل مع الطلاب والدارسين من خلال التقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة بتخلينا ان الحياة لا تتوقف، يعني ممكن نتواصل كل العالم برضو عن طريق التقنيات والبرامج الحديثة. ولازم طبعا عشان نقدر ان احنا نكون يعني كلية مرموقة او جامعة مرموقة لازم تحاول تهتم بالمكتبة وتزودها دايما باحدث الكتب والدوريات العربيه والاجنبيه. مش بس كده، لازم تشجع الطلاب على زياره المكتبه ويكون جزء من درجات الطالب في اعمال السنه او اي حاجه حسب عدد زياراته للمكتبه عشان نقدر ان احنا ننهي هذا الامر بدقه. بعد كده في عندنا تفعيل موقع الكتروني للكليه واستخدام الميكنة والحاسدات في تقديم الخدمات. إذا احنا عايزين نسهل على الطلبة الحياة، مثلا عايز يدفع مصاريف، عايز يستفسر عن معلومة، عايز يسجل في مواد معينة، كل ده يتم بأسلوب ميكن وسهل. حتى ممكن هو قاعد في البيت يسجل المواد اللي عايز يدخل فيها ويدفع المصاريف عن طريق مثلا البنك أو الفيزا او يعني بنسهل عليه الحياه بحيث ان احنا نقضي على حاجه اسمها الطوابير وما الى ذلك. كمان من المهم جدا عشان في العمليات الداخليه دي انتظام الدراسه ووضع جدول الامتحانات والتصحيح الموضوعي واعلان النتائج بدقه. عندنا كمان بعد اسمه التعليم والابتكار. التعليم والابتكار، الابتكار ده يعني ايه؟ هو اللي بيخلي الامم تتقدم. يقول لك ايه؟ اذا انت ما اتقدمتش يبقى انت بتتاخر، ليه؟ غيرك بيتقدم ويعديك، يعني ممكن واحد كان جامعات متاخره عنك بمراحل. لكن هي بتاخد عمليه التعليم والابتكار دي بجديه، بتحاول تصرف عليها وتحاول يعني تعمل افضل ما يكون، فتبص لها بتتقدم ممكن بتتخطاك. فاحنا عايزين طبعا احنا الجامعات المصريه كلها والكليات تبقى من الكليات المرموقه واللي بتخش ضمن التصنيف العالمي لافضل الجامعات في العالم. والبعد بتاع التعليم والابتكار ده هيجي عن طريق تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه وتنظيم دورات تدريبية دائمة للموظفين في الحاسبات ومهارات التعامل مع الطلاب. وما فيش حد يترقى إلا ما يكون واخد كذا دورة تدريبية في المجال المتخصص بتاعه.
وبنحاول نشجع الجميع على تقديم الأفكار والمقترحات لتحسين الأداء المتبعي، وده ممكن يعمل على جلسات اسمها جلسات العصف الذهني. أخيرا بيجي البعد المالي، وأنا قلت أخيرا ليه؟ لأن أنت لو عملت الأبعاد الثلاثة اللي قبل كده، اللي هو أن أنت بتحاول تحصل على رضا العميل وولاء العميل، وكمان أن أنت تحصل على أن العميل هو يعمل لك بوك دعاية، فأنت رضيت العميل الداخلي أو الإيه؟ خارجي، وعملت العمليات الداخلية على أحسن ما يكون يعني كل حاجة، أو دولاب العمل بيمشي بانتظام وبضبط، وكمان عملت تطوير وتعليم وابتكار، فانت اكيد هتحقق البعد المالي. هتلاقي مثلا لو انت مثلا عندك جامعة حكومية او جامعة خاصة، هتزود الموارد بتاعت الجامعة. طب وهنزود الموارد بتاعت الجامعة الحكومية ازاي؟ هتلاقي الجامعة الحكومية دي فيها وحدات ذات طبع خاص، بتقدم استشارات، بتقدم تدريب، بتقدم برامج مميزة، فتبص تلاقي ايه بيلتحق فيها الطلاب بهذه البرامج المميزة. يعني احنا عندنا في كلية التجارة برامج الشعب الانجليزي، وبرامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية وباللغة العربية، وفي برامج طبعا العادية، وبرامج التعليم المفتوح، فكلها دي ممكن تزود الموارد. الجامعة الخاصة طبعا بيزيد الاقبال، وممكن يجي لها وافدين من الدول العربية، وبيدفعوا طبعا رسوم بالدولار او جنيه استرليني. كمان لما هنقدر نزود موارد الجامعة بالتبعية، نقدر نزود دخول اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال الدورات التدريبية والاستشارات المالية والادارية والهندسية. يعني تبص اي حاجة تحصل مثلا، فبيحتاج لجنة من كلية الهندسة، لجنة من المرور، لجنة من كلية الطب في حالات مثلا الاحداث اللي هي فيها انفصالات او فيها وقاية او فاحنا كل الحاجات دي ممكن يزود دخول اعضاء هيئة التدريس، كل ما تكون الجامعة بتكون بعملها على خير ما يرام. كمان طبعا لو زادت الموارد بتاعت الجامعات، ده بينعكس على زيادة دخول الموظفين والعاملين، يشاركوا في الأرباح ويحصلوا على خدمات لوجستية ودورات تدريبية، وكمان بتزيد قدرة المالية للجامعة على إنها تعمل إنشاءات وتجديدات وتأسيس، وتزود المكتبات، وتعمل مدرجات، وتجدد دورات المية وغيرها، وتعمل خلال تقديم موازنة استثمارية في كل سنة لمراعاة عملية التحديث. احنا عندنا قاعدة بيقولك ايه؟ اللي هتقيسه هو اللي هتقدر تطور به الاداء، او هو اللي هتحصل عليه، اللي هتستفيد منه. لان خبراء الادارة او خبراء الاستراتيجية قالوا لازم لما تيجي تحط استراتيجية، لازم الأول تحولها لسياسات وإجراءات وأنشطة عمل تفصيلية، وكمان لازم تقدر تقيس الأداء عشان تقارن وتشوف الأداء ده كويس ولا لأ، وإيه اللي هي نقاط الضعف ونقاط القوة اللي عندك، وإيه المخاطر والتهديدات. فدوت مثلا يعني إحنا كنا بنطبق على مثلا كلية التجارة جامعة 6 أكتوبر، فبنتيجي بنحاول ان احنا مثلا نحط بعض على اساس انها جامعة خاصة، فبنحاول نحط بعض الايه المؤشرات اللي هي بتقيس الاداء، وبس دي مش بتنطبق على مثلا كلية تجارة جامعة خاصة، لا ده ممكن تنطبق على كلية تجارة جامعة حكومية، او اي كلية تجارة، او اي كلية اخرى نظرية. بس احنا طبعا حاولنا ناخد كلية نظرية على اساس ان احنا نقدر نعرف ايه هو اللي ممكن نقيس بيه ازاي، لان الكليات النظرية كلكم عارفين بتختلف شوية عن الكليات العملية. يعني مثلا نقول ان احنا لما نيجي نعمل مقاييس اداء في كلية الطب، غير لما نقول هنعمل مقاييس اداء في كلية. شكرا. انا عملت جزئين بقى بتوع مقاييس الاداء المتوازن.